مصيبة يا رجل، مصيبة. ايه في ايه يا بيت؟ انا حامل. ايه؟ بقول لك حامل، ولازم تشوف لي صرفة دلوقتي قبل ما بطني تكبر وتبقى فضيحة. وفيها ايه ما تسقطي نفسك؟ ازاي؟ يا فرحة، وانا اللي هقول لك ازاي؟ ده شغل نسوان. بقول لك ايه يا رجب، انا ماليش فيه، زي ما وردتني في الموضوع ده هتخلصني منه. خلاص خلاص، وطي صوتك. حتى على اخر النهار اكون قلبت الموضوع في دماغي وان شاء الله الاقي حل. اوعى تخلى بيا يا رجب. اخلى بيكي ازاي يا بت؟ ده انت الحب كله. انت حبيبتي يا فرحة. يلا انت دلوقتي، يلا. يلا يا بت. انا كنت ناقصك انت كمان. السلام عليكم. السلام عليكم يا مختار باشا. السلام عليكم يا بطيخه. طب امرك ست هاني من نجمه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. خير؟ ايه اللي حصل يا سيد الناس؟ ازيك يا ست البنات؟ لا انا قلت اعدي اخدك في سكتي نروح مع بعض. انا عندي شويه حسابات هخلصها في المكتب، يلا تعالى معايا. لا لا براحتك انت، انا عايز وحشاني قعده المدبغه كده. خلصي وانا مستنيك. خلاص مش هعوق. اذا كان كده ماشي يا حلو. انت منور يا مختار باشا. ازيك يا رجب؟ الحمد لله يا سيدي المعلمين، فضل ونعمه. احكي لي. رجب. عن اسمك يا معلم. ثانيه واحده وهرجع. لا مؤاخذه يا سيدي المعلمين، مين هي البت دي؟ دي بنت حتتي وابوها صاحبي. وبنت حتتك تجي لك المدبغه ليه؟ ده محل اكل عيش. اصل حالتهم ضنك على الاخر، فابوها كان بعت لي معاها مرسال ان هو مزنوق في قرشين يعني. بس انت عارف يا معلم، منين وانا لا اكل عشان اسلف؟ نفسي اعرف بتودي فلوسك فين. اللي جاي على قد اللي رايح. وبعدين الراجل ماشي بمثل، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. ماشي يلا دجري غير الحجر. عناية يا سيدي المعلم. ابن مرزقة. ياه، من زمان الواحد ما شربش صنف زغليلي كده. يا دي حته مغربي مزغلله جات لي امبارح، قلت لازم رجب حبيبي يدوقها. طول عمرك صاحب واجب يا سيدي المعلمين. انا رجالتي الجدعان ما استخسرش فيهم حاجه ابدا. الواجب ده فيه ان انه طب انا فتره ما بتجيش هنا. ده انا حتى قلت تلاقيه شكله صومعه عليوي، يبقى اكيد المجيه دي لعله. علة ايه وقنة ايه؟ انا كل الحكاية شايف دماغك خربانة من الحنة والملوخية الناشفة، فقلت أبنجاك. طول عمرك حنين يا باشا. أؤمر. فرحة. اشمعنى؟ عجباني. يفتح الله. أنا راجلك لكن في اللون ده ماليش. لون ايه؟ البت غلبانة وأهلها ناس على قد حالهم، وبتجري على اخواتها علشان لقمه العيش. وبعدين لا مؤاخذه انا رجوله. يا دوا حد جاب سيره الرجوله؟ يعني البت جدعه وبنت ناس. ناس غلابه. وبعدين ابوها صاحب. هي عندها كام سنه؟ الله، دي مش عشاها في دماغك قوي. يا ده انا عايز اساعدها. طب شوف اللي ربنا هقدرك عليه وانا اوصله لابوها. حتى ينوبك ثواب الحسنه المتبريه. انت قاعد فاكرني اتسطلت؟ انت هتوصل لابوها فلوس؟ انا عايز اساعدها مش بفلوس. امال هتساعدها ازاي؟ هتعينها في الحكومه؟ انا عايز اتجوزها. يا دي في بوقك لناموس يدخل جواه، تتنحت كده ليه؟ بقلبها في دماغي، خايف الحاجه النظيفه ديت تكون سطلتني وفهمت غلط. عيد اللي انت قلته. انا عايز اتجوز فرحه، وعايزك تكلم لي اهلها. هشبرقهم وهشبرقها وهاخد لها شقه بس لوحدها من غير اهلها. طب وست سماح؟ وانت مال اهلك؟ انا راجل وليا الحق اتجوز اربعه، وصوتي من دماغي ما بشاورش حد. بس هو يعني انا خايف على زعلها، خايف لا تزعل. وبعدين لو عرفت ان انا سبب في الموضوع دوت. يا نهار اسود، انا مش ناقص. انا عامل ترتيبي. ازاي؟ انت هتحقق معايا. انت تقوم من هنا على ابوها وتفاتحه، نقرا الفاتحه وتاخد حسنتك. خدامك يا مختار باشا. وتفهموا اني مستعجل، اسبوع بكتير ونخلص. البت دي مرزقه وبنت حلال، وانت كمان ابن حلال وتستاهل كل خير. ربنا يديلك على قد نيتك. امين يا رب. كنت وحشاني قوي فرحتي. واخرتها ايه بس يا راجل؟ اخرتها فل ان شاء الله. تعالى هنا، انت رايح فين؟ راح اضرب لي حجرين. وبعدين انت مالك؟
متطره كده ومش على بعضك، في ايه؟ انت هتستعبط؟ انت مش عارف المصيبه اللي انا فيها؟ ربنا ما يجيب مصايب، حد يكره العيال؟ ده حتى العيال رزقها واسع. يعني خلاص ناوي تكتب عليا؟ لا طبعا. يعني هتخلى بيا يا رجب؟ عيب يا بت، انا راجل وعمري ما بيع حبايبي ابدا، وانت يا فرحه عارفه ان انت عندي ست الحبايب. انا مش فاهمه حاجه يا رجب، حيرتني معاك. ما هو انت لو تصبري هقريك على الدور. يا رجب مفيش وقت، الايام بتجر بعضها، بطني بتكبر. خلاص يا رجب استر عليا، ربنا يخليك. هستر عليك. هتتجوزني؟ قلت لا. اما امرك عجيب يا رجب، امال هتستر عليا ازاي؟ هجوزك لواحد صاحبي. نعم؟ واحد صاحبك؟ هو مش صاحبي صاحبي يعني، بس زي ما تقولي كده هو صاحب الشغل اللي انا شغال عنده، شافك وعجبتيه يا بت راح طالب ايدك مني. وصاحب الشغل هيتجوزني ازاي وانا حامل منك؟ هو مين هيقول؟ وبعدين احنا هنعمل لك عمليه صغننه كده نرجعك فيها بنت بنوت زي الاول. انت اتجننت يا رجب؟ والعيل اللي انا حامل فيه منك؟ نسقطه. ايه؟ نسقطه؟ نسقطه. وبعدين قدام شويه يبقى احمال انت من عريسك، حتى يطلع الواد كده جديد ونضيف وبيبرق. قلتولي بقى عايزين العمليه بلدي ولا صيني؟ يعني ايه؟ البلدي ده يعني ابره وخيط عادي يعني، انما الصيني بتبقى بالونه وفيها ميه حمراء. يا سلام، العلم اتقدم اخر حاجه. امال يا استاذ انت فاكر ايه؟ دي احدث موضه نازله في السوق، بس يعني غاليه حبتين. بكام الصيني ده؟ ب 300 جنيه. مش خساره فيها، فرحه تستاهل اكتر من كده. وعندك بقى 500 جنيه فتح اوضه العمليات و2000 جنيه لايدين الدكتوره اسم الله عليها، يبقى المجموع كله 2800 جنيه. ماشي. بتعرفي تعدي ولا لا مؤاخذه عدهم لك؟ لا يا اخويا بعرف اعد، ده كتير قوي يا راجل. يا بنت عادي، وبعدين اللي هدفعه فيك النهارده هتردهولي لما يتم المراد. انا خايف. ما تخافيش يا بنت، اعتبريها شك الدبوس. فضلي اختي معايا. تعالى معايا. ماشي. على فين يا استاذ؟ دي عمليه، انت فاكرها جمعيه تعاونيه ولا ايه؟ معلش يا مدام، بس اصلها اول مره يعني. كلهم يا اخويا بيقولوا كده. ماشي. انا فاهم. اعمل ايه بقى في قلبي الرهيف ده؟ دايما بيضعف قدام المستجدين. تعالي ورايا يا اختي. يلا. ما ينفعش يا استاذ، خليها تاخد الفيتامينات دي وتجيني كمان اسبوع. هو ايه ده؟ ايه اللي كمان اسبوع؟ دي حامل. ما انا عارف انها حامل، مش هتفاجئ يعني، واحنا جايين ننزل العيل ونعمل عمليه على نظافه. ما ينفعش. هو ايه ده اللي ما ينفعش؟ حالتها ما تتحملش الاجهاض وممكن يكون في خطوره على حياتها، وبعدين العمليه الثانيه لازم تتعمل بعد الاجهاض على الاقل باسبوعين. والعمل؟ احنا مستعجلين ومش هنقدر نستنى اسبوعين يا دكتوره. لا دي مشكلتكم، انما انا مش هعمل العمليه النهارده. هو ايه ده؟ يعني ايه؟ قلت لك اديها الفيتامينات ولما تشد حيلها بهاتها. جرايه يا دكتوره؟ انت فاكراني واد هفه واسمع الكلام ولا ايه؟ جرايه يا استاذ. لا يا ماما انا مش استاذ، وهتعملي العمليه دلوقتي بدل ما اعملها لك انا. مش كده يا رجل. بس يا بنت تعالي. ايه؟ تعالي يا ام احساس مرهف، راحه فين؟ ما انت عارفني يا اخويا احساسي مرهف ورهيف كده وما اقدرش اشوف الدم خالص. اركني على جنب اوليا. يلا يا دكتوره، يلا اعملي العمليه ونططي القرد بدل ما نططك انا على اخره. برضه يا راجل اهون عليك تعرضني للخطر؟ يا بنت ده لمصلحتك، ما تسمعيش كلام الدكتوره دي، مش فاهمه حاجه، انت زي الفل وعش على عش اهو. وبعدين انا عليا بايه اصلا كل المصاريف دي؟ غير اني اطمن عليكي واسطرك وارجعك بنت بنوت زي الاول. بنت بنوت ازاي وانا حامل منك؟ هنعمل ايه؟ الوقت كان ضيق وخفت العريس يطير من ايدينا. وبعدين ما تقلقيش، انا هكلفت الجوازه في 10 ايام. ولو نزل ابن سبعه عادي، ما هو وارد ينزل ابن سبعه ولا ايه؟ يا رجب الراجل ده ذنبه ايه بس ينضحك عليه؟ هيربي عيل غير ابنه ليه؟ ربنا بيديله على قد نيته. وبعدين ده من حظ ابنك الحلو اللي هينزل يلاقي اب اجدع واغنى واحلى من ابوه 1000 مره. ايوه بس. بس ايه يا فرحه؟ يا رجب كده حرام، كده يبقى غش وتزوير. مش احسن ما ينكشف سترك وفضحتك تبقى بجلاجل؟ يا سيدي انا مش عايزه منك اي حاجه، اكتب عليا انت بس ومش هيبقى في فضول. بقول لك ايه يا بنت؟ بقول لك ايه؟ انا مش بتاع جواز. مش بتاع جواز. وبعدين يا بنت الناس زي ما انت شايفه، الحاله ضنك على الاخر وناشفه، مش معقوله يعني هروح لافح على كتفي مرض عيل كده برضه يا راجل؟ عاوز تخلع مني وتلزقني لاي حد؟ اي حد ايه؟ اي حد ايه يا عبيطه؟ يا عبيطه؟ ده مختار باشا ابن العز والفخفخه، ده هيعيشك في هنا ما كنتيش تحلمي بيها فرحه. بس افرض بقى قفش الموضوع. مش هيقفش، اطمني مش هيقفش، انا هظبطه. المهم بس ان لما يتم المراد ما تنسيش رجب. الف مبروك للعرسين. الف مبروك يا معلم، الف مبروك، مبروك يا معلم، مبروك يا معلم، خلاص يا معلم، مبروك يا عروسه، الف مبروك يا ابو فرحه، الف مبروك يا ابو فرحه.
وصلي صلي صلي على النبي صلي صلي واللي ما يصلي صلي. مبروك يا معلمين، ألف مبروك يا معلم. عقبالي. اتفضلوا استريحوا، اتفضلوا. وانتوا هتقعدوا سايبين المعازيم في الشقة بتاعكم؟ خليهم يستنوا لحد اما الرقاصة والزفة. رقاصة وزفة كمان؟ ايه ده فرح مختار باشا. الله يخليك يا مختار بيه وبارك فيك. لا بايه بقى؟ ايه بيه دي؟ وانا مش زي ابنك ولا ايه؟ زي ابني بس. ما بسش من هنا ورايح اسمي مختار وبس. مختار مبروك عروسة. الله يبارك فيك. احنا ليلتنا بيضة. بطني عليك شوية يا رجب وخايفة. خايفة من ايه؟ مش عارفة، حاسه انها لو عليت زياده عن كده هتبقى مصيبه. انت عبيطه يا فرحه، عبيطه يا بنت. انت عروسه جديده وعادي خالص انك تبقي حامل. ما انت عارف اللي فيها. ما هو عشان عارف اللي فيها. انت اول ما تروحي بيتكوا بلغي جوزك انك حامل. يا لهوي انا اقول له؟ لا يا عم خايف. تخافي من ايه؟ ما تخافيش من حاجه، ده هيطير من الفرح اول ما تقولي له. اساليني انا، ده بيتمنى ضفر عيل من الدنيا. امال هو اتجوز على سماح مراته الاولانيه ليه؟ طب اجيبها له ازاي؟ هاتيها له خبط لازق كده، انا حامل. لما اختك لدكتور ويكتشف الان نهار اسود وميت. انما بقى لو قلت له ان انا وامي روحنا لدكتوره معرفه وهي اللي قالت لي ان انا حامل، الحكايه هتعدي زبادي ومش هيخدك لدكتور ولا حاجه. طب افرض بقى اتمسك انه ياخدني للدكتور اللي تبعه. لو اتمسك اتمسكي انت كمان بالدكتوره بتاعتك وقولي ان انت مستريحه معاها ومش عايزه تغيريها، وتحججي ان انت ما بتتكشفيش على رجاله خالص خالص. وافرض بقى صمت، اعمل ايه ساعتها؟ يا ست تحججي باي فيلم هندي، المهم ما ياخدكيش لدكتور ويعرف عمر العيل. استر يا رب، ده انا غلبان. هيستر هيستر ان شاء الله. انا ايش معاكي 500 جنيه؟ كان على عين. انا كل اللي احتكم عليه ورقه بمية. ورقه بمية؟ اهي نوايا. نوايا يا سيسن الزير. بقول لك ما حلتش اللي هي تقول نتشها. بذمتك مش مكسوفه من نفسك؟ بقى واحده زيك متجوزه مختار باشا ابن العز والفخفخه معاها ورقه بمية. يا بنتي انت اقل حاجه يبقى عندك رصيد في البنك. هو بصراحة مش بخلان عليا بحاجة، إنما فلوس أنا ما بطلبش. يا عبيطة يا عبيطة، ما بتطلبيش ليه؟ أنا هقولك، أنت أول ما تروحي البيت بلغيه إن أنت حامل، ويشوف السعد والهنا اللي هتبقي فيها فرحة. ده أنت لو طلبتي حبابي عينيه هيديها لك. تفتكر كده؟ أفتكر. اعمليها أنت بس وهتدعي لي، بس لما يشبرقك يشبرقيني. شبرقيني يا فرحة، ده أنا برضه رجب. طب إيدك بقى يا رجب على حق التاكسي عشان أروح. تاكسي منين؟ ده انا لسه بقولك الحياه ضنك وناشفه. منين؟ انت انزلي خدي تاكس، واول ما تروحي ان شاء الله بالسلامه اطلبي من اي حد يحاسب على التاكس. حلاوه حلاوه حلاوه. انت هتقعدي ولا ايه؟ ايه يلا يلا يا بت، قومي هزي شويه كده. والنبي مش قادره يا سي مختار. لا 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 لا، الا الكسل ده بقى هنكسل. يلا خلينا نتبسط كده. ها؟ لا يا اخويا اخاف على اللي في بطني. مالها بط؟ اصلي. اصلك ايه؟ اصلي رحت للدكتوره النهارده انا وامي. وقالت لك ايه؟ هتبقى اب يا سي مختار. اب؟ انت بتتكلمي جد يا بت؟ انت حامل؟ وهي دي برضه حاجه يتهزر فيها يا سي مختار. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب، اخيرا هبقى اب. يا رب يتربى في عزك ويشيل اسمك ويرفع راسك في السماء يا رب. تخرفي تقولي ايه وليه انت؟ بصراحة كده يا سي مختار، فيه سر عندي وانا لازم اقوله لك. سر ايه؟ اصلا يا اخويا من ساعة ما سبت الخدمة عندكم الدنيا لطشت بي، فاضطريت بقى ان انا اشتغل عند دكتورة قليلة الذمة، يعني كانت بتعمل عمليات مش كويسة للستات. وانا داخل ايه بالكلام ده؟ اصل ايه؟ ما تتكلمي. اصل مراتك التانية جت عندنا وكان معاها واحد. مراتي؟ واحد مين؟ واسمه ايه؟ انا مش فاكره اسمه، لكن فاكره شكله كويس قوي. يومها الدكتوره ما رضتش تعمل لها العمليه لانها كانت حامل. حامل؟ عشان كده هو فتح علينا المطعم وخلى الدكتوره تعمل العمليه بالعافيه. عمليه ايه؟ ترقيع. ترقيع ايه؟ يا سي مختار دي حاجه كده تتفهم وهي طايره. طبعا انت اتجوزتها وهي بنت بنوت مش كده؟ انت يا بنت متاكده من الكلام اللي بتقوليه ده؟ ده لولا انك غالي عليا انا ما كنتش قلت حاجه زي دي ابدا، وما كنتش فتشت سرهم. دي مسؤوليه عليا وانا لا يمكن اتبلى على حد في حاجه زي دي ابدا.
بس دي كانت حامل، يعني دي انساب، يعني ابنها ده هيشيل اسمك وبعد عمر طويل هيورثك، وانا ما اقدرش اشوفك في البلوه دي ما اقولكش. ايه يا مختار، ايه اللي حصل؟ البطل ده ابن مين؟ ابن مين؟ ابنك انت طبعا. كدابه كدابه، انت كنت حامل في الواد ده قبل ما تتجوزيني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لو مكدباني اجيب لك نواشي. نواشي؟ نواشي مين دي؟ نواشي مين؟ نواشي اللي كانت شغاله عند الدكتوره اياها اللي عملتي عندها العمليه يا فاكرة. طيب انت مين اللي كان معاك؟ مين ابو الواد ده؟ انطعي 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 رجب. رجب رغني وضحك عليا، ولما حصل اللي حصل غصب عليا اتجوزك. رجب سامحني، حتة عيلة زيك انتي تستخفزني انا؟ سامحني والله العظيم غصب عني، انا كنت بدور على اي حاجة عشان اخلص من المصيبة دي واستر على نفسي. استر على نفسك؟ انتي شطارة. ابوس ايدك ابوس ايدك. سامحني. انتي طعنتيني بالسكينة في ظهري. ارجوك ارحمني ارحمني. انت اللي زيك ما تستاهلش الرحمة. انت طالق طالق. في يا مختار؟ ايه اللي بيحصل ده يا ابني؟ ان ما كنتش خايف عليها خاف على ابنك اللي ببطنها. مش ابني. مش ايه؟ اللي ببطنها ده مش ابني. امال ابن مين؟ ابن رجب. رجب رجب، يا دي المصيبة يا دي العار يا دي المصيبة. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.